الحياة. للفتوى في الإسلام شأن عظيم، شأن لا يستهان به، وكان أول مستفتين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما عن له، وقد حفل القرآن الكريم والسنة المطهرة بعرض كثير من هذه الأسئلة التي سألوها للنبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الناس يتساءلون ويستفتون العلماء والفقهاء، ولا توجد على ظهر الأمة ولا توجد على ظهر الأرض أمة كأمة الإسلام تسأل عن الصغير والكبير. ومن هنا اعتبر الإمام الشاطبي رحمة الله عليه المفتي نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قائما مقامه في الأمة، كما اعتبره ابن القيم رحمة الله عليه موقعا عن الله رب العالمين. ولكن ما هي الفتوى؟ وما الفرق بينها وبين الحكم؟ هل تتغير الفتوى؟ وما هي موجبات تغير الفتوى؟ وكيف نفرق أو نوضح بذلك ثبات الشريعة وتغير الفتوى؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي ليجيبنا عن هذه الأسئلة إن شاء الله عز وجل. في البداية نرحب بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بك أخ أكرم. الفتوى من الأمور التي عرفت على مر التاريخ، ولا زال الناس يستفتون والعلماء يجيبون، وكثرت البرامج التي تجيب عن أسئلة الناس. ونود في البداية أن تعرف لنا فضيلتكم ما هي الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فالفتوى يراد بها بيان الحكم الشرعي في اجتهاد المفتي كما يراه المفتي من خلال الإجابة عن سؤال. نعم، يعني هناك في بيان الأحكام نهجان، حتى في القرآن نفسه بيان مبتدأ: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. وبيان إجابة عن سؤال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخره. نعم. وهذان هما الطريقان لبيان الأحكام الشرعية: إما أن يبدأ الإنسان ببيان هذه الأحكام كما نفعل في تأليف كتب الفقه. نعم. بين الأحكام، وهناك كتب الفتاوى، وبعض المذاهب سماها كتب النوازل. نعم. يعني الأحكام التي تنزل بالناس ويسأل عنها ويجيب عنها العلماء، فهذه تسمى الفتاوى. وجاء في القرآن الكريم: يستفتونك قل الله يفتيكم. نعم. فالمفتي الأول هو الله عز وجل، هو الذي يبين الحكم، والنبي مبلغ عنه، والعالم يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله الشاطبي، ويقوم عن الله، ينوب عن الله أو يوقع عن الله كما يوقع بعض الناس عن الملوك والأمراء، أعطاه حق التوقيع عنه، فكأن الله أعطى حق التوقيع لهؤلاء العلماء الراسخين الذين يبينون الحلال من الحرام. لكن فضيلة الشيخ، هل ترى أن هناك ثمة فرق بين الحكم والفتوى؟ هناك يعني البعض لا يرى فرقا بين الحكم والفتوى، وزي قالوا الفتوى تتغير والأحكام تتغير. نعم. وفي مجلة الأحكام العدلية الشهيرة المادة 39 منها تقول: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. ولكن الأولى الحقيقة أن نفرق بين الحكم وبين الفتوى. وذلك أنا أرى أن تعبير الإمام ابن القيم بتغير الفتوى هو الذي استخدم هذا التعبير، أي تنزيل يعني النص على الواقعة، أو تنزيل الحكم ودليله
على الواقع هو ده الذي يسمى الفتوى. ولذلك تغير الفتوى وارد لأنه الواقع يتغير فيتغير الحكم المنزل على هذه الوقائع. إذن الحكم له خاصية الثبوت والفتوى لها خاصية مش كله يعني لو قلنا هذا لا أبطلنا قاعدة المجلة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. لكن فضيلتكم يعني أنا كان لي ملاحظات على صياغة هذه المادة إنه كان المفروض أن يقول تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. لكنكم وأن تميلون يقول الأحكام انتظر علي حاضر. أن يقول الأحكام الاجتهادية وليست أو الأحكام الظنية إنما الأحكام الخطغية لا تقبل التغير بحال من الأحوال. لكنكم عفوا يعني تفضلون تعبير الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نعم أفضل هذا التعبير. طيب كان شيخنا الشيخ علي الخفيف رحمه الله يقول إن الفتوى لا تتغير والحكم لا يتغير، وذكر إن الأحكام التي تغيرت الواقعة فتغير الحكم. يقول الحكم بتاع زمان ليس هو الحكم الآن لأن الواقعة غير. الواقعة غير يعني طيب فضيلة الشيخ، الشريعة الإسلامية من صفاتها الثبات، فهل هذا يتناقض تغير الفتوى بتغير الظروف كما سنتحدث فيما بعد الأحوال والعادات والزمان والمكان؟ هل تغير الثبات يتناقض مع تغير الفتوى ثبات الشريعة؟ لا، الشريعة أيضا لها دائرتان، هناك دائرة ثابتة لا تقبل التغير ولا الاجتهاد ولا فتوى جديدة ولا شيء، وهي دائرة القطعيات، الأحكام الثابتة يعني بسندها القطعي ودلالتها القطعية. فهذه تمثل الوحدة، وحدة الأمة العقدية والفكرية والتشريعية والسلوكية، وهي تمثل الثوابت التي لا يجوز اختراقها. هذه دائرة. هناك دائرة أخرى هي التي تقبل، وهي معظم الشريعة يعني الدائرة الأولى محدودة جدا ولكنها مهمة جدا، والدائرة الأخرى واسعة 95 أو أكثر من 95% من أحكام الشريعة قابلة للاجتهاد وقابلة للتغير بموجبات التغير المختلفة. ذكرتم فضيلة الشيخ أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه اعتبر المفتي موقعا عن الله رب العالمين. البعض يعني يظن ربما أن في هذا فيه نوع من أنواع المبالغة، هل فعلا العالم أو المفتي هو يوقع عن الله عز وجل؟ لا، هو بمثابة التوقيع، بمثابة من يوكلهم الملوك يوقع عنه. الواقع عني زي في بعض الدوائر والشركات والوزارات، يبقى الوزير يوكل واحد له حق التوقيع عنه أو رئيس مجلس الإدارة يعني، فليس هو ولكن يعني، فكونه يقول هذا حلال وهذا حرام وبيتحدث باسم الشرع كأنما يتحدث يعني باسم الله. وإن كان يعني الحديث النبوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان هذا حكم الله، قال إذا أرادوا أن ينزلوك على حكم الله فلا تنزل، إنما أرادوا أن ينزلوك على حكمك أنت، أن هذا اجتهاده. ولكن بيترتب عليه إن الناس تمتثل هذا الأمر أو تمتنع عنه، يحل لهم أو يحرم عليهم. هذا بمثابة من يوقع عن الله عز وجل. لفضيلتكم كتاب عنونتم له بهذا الاسم موجبات تغير الفتوى، وذكرتم فيه يعني 10 موجبات، فيها يعني 4 ذكرها الأقدمون، ومن الله عز وجل عليكم فذكرتم 6 يعني موجبات أخرى. نود في البداية أن نتحدث بالإجمال ثم نأخذ بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله عز وجل. ما ذكره الأقدمون أو المتعارف عند كل الناس؟ 4. الأقدمون ذكروا يعني تغير الفتوى بتغير المكان والزمان
والعرف والحال. نعم. والإمام ابن القيم ذكرها. نعم. وذكر الإمام قبله الإمام شهاب الدين القرافي. نعم. المصري. نعم. وذكر بعده علامة المتأخرين من الحنفية ابن عبدين في رسالته الشهيرة نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف. نعم. العرف يعني الطيب، الريح الطيبة. نعم. فيما بني، وذكر أحكاما عدة عند الأحناف غير فيها المتأخرون الفتوى عما كان عليه المتقدمون. متقدمون حرموا وهم أباحوا، لأنه تغير الزمن وتغير الحال. نعم. إذن تغير الزمان والمكان والعرف والحال، ده هذا من القديم. نعم. وذكرتم فضيلتكم تغير المعلومات، وذكرتم تغير حاجيات الناس والقدرات وعموم البلوى، وسنأتي على هذا بالتفصيل. وأود أن نبدأ أولا بتغير المعلومات أو تغيير المعلومات، ما الذي تقصدون بذلك؟ ولكن سنستمع إليه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فانتظروا.